مركز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر، وشددت وزارة الصحة والسكان على امتلاك قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة منظومة رصد متكاملة وبائيا ومعمليا لفيروسات الأنفلونزا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد، مشيرة إلى أن تلك المنظومة لم ترصد أي تحورات أو سلالات جديدة لفيروس أنفلونزا الخنازير. أعلنت القوات المسلحة وصول الفرقاط القدير إلى قاعدة الإسكندرية بعد إتمام إجراءات استلامها من ألمانيا لتنضم إلى الأسطول البحري المصري. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقا لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومي المصري، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو اي 200 بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة بريمهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة تي كي ام اس الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وفي تقليد بحري أصيل، شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الأسكندرية احتفالا باستقبال الفرقاطة القدير. وتمثل الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية، كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار، وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. كما ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة، مشيدا بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز في استيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد. ده فخر طبعا واعتزاز بالجيش المصري بتاعنا وبالدولة بتاعتنا، وربنا معاهم ويوفقهم. فاحنا بنشكر الجيش بتاعنا والقوات البحرية، وطبعا على رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى دايما احنا نبقى في تقدم وازدهار ونبقى أقوى دولة بإذن الله. دي فرقاطة، فرقاطة كبيرة، قطعة بحرية بتزيد كفاءة القوات البحرية. أنا جاي عشان مصر ومبسوط قوي. احنا بنبارك طبعا للقوات المسلحة بصفة عامة والقوات البحرية بصفة خاصة، ده أغلى وأحلى وأحسن وطن في الدنيا، وربنا يا رب يكرمه دايما يبقى بالجيش المصري وبقوات المسلحة وبقوات البحرية، يبقى أعظم وطن في الدنيا بإذن الله. وكلنا شايفين الدنيا وشايفين العالم وعارفين إن الجيش، إن أي بلد من غير جيش ما تسواش أي حاجة. أنا أول مرة أجي بصراحة أشوف حاجة زي كده، إيه الجمال ده وإيه العظمة دي؟ إحنا جيشنا قوي فعلا، يعني بجد حاجة تشرف وحاجة مبهرة.
كده كده الجيش بتاعنا كان قوي، وانضمام الفرقات ليها تخليه قوي اكتر. احنا بلد الامن والامان، ده حاجه تخلينا بلد قويه جدا، ودي حاجه تخلينا نحس بالامان وبالفخر تجاه وطننا. وتحيا مصر دايما. واحنا الجيش موجود في ظهرنا، حاسين بالامان في بلدنا، وحاسين ان مصر دايما هتبقى فوق وتبقى احلى بلد في الدنيا. وتحيا مصر. والقوات البحريه بقت دلوقتي معده مصنفه على العالم، وبنفتخر بكل حاجه جديده بتدخل في البحريه. جد حاجه تشرف وحاجه تسعدنا كلنا، ويا رب مصر دايما فعاليه. وتحيا مصر باذن الله. اي اضافه لجيشنا واي اضافه لبلدنا بتسعدنا جدا جدا، وبتبين قوه بلدنا، فده شيء جميل جدا جدا ان احنا يبقى عندنا الاستعدادات الحلوه ديت لزياده القوات البحريه او في اي مجال جيش. يعني احنا عندنا ميزه جميله جدا ان احنا عندنا وطن وبيحمينا، وجيش بيحمينا، ورئيس محافظ علينا وعلى اراضينا وعلى شعبه. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يخلي قائدنا ويخلي جيشنا وشبابنا يا رب. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من قادة القوات البحرية، وعدد من طلبة الجامعات والمدارس، وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية. وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التعمير الألماني اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022 مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، والذي يعد استمراراً لجهود حشد آليات التمويل التنموي الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035. أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكتكات حتى المحطة النهائية عند محور رود الفرج، وذلك اعتبارا من غدا. وتشمل المرحلة الجديدة 6 محطات، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية. ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعي ل 5,474,808 أطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة منذ انطلاقها في سبتمبر 2019، وذلك في إطار حملة 100 يوم صحة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية ل 34 بدلاً من 30 مركزاً بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات مبادرة السمع.